خدي يا نبويه، قبضنا النهارده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك من نعيم الله يا رب. اول حاجه تنزلي تجيبي لك فستان عدل قبل الفلوس ما تتدعزع شرق وغرب. نشوف الضروري الاول ايه. الفستان ده انا وعدك بيه قبل ما نيجي طنطا، وكل شهر يتاجل. بقولك ايه يا امين، نشوف الاول المهم. سامي لازم له قفطان يغير فيه، القفطان القديم خلاص ما عادش يتلبس. وعبد الرحيم لازم له مداس، دي صوابعه قربت تطلع من الجزمه من لعب الكوره. الله يهديه. اه كل العيال يا اخويا بتلعب كوره، وفاطمه كمان. فاطمه كمان لازمها مرياله، ولا عشان هي بقى ما بتتكلمش زي اخواتها؟ وانت كمان يا سيدنا الشيخ لازمك كده عمه يا اخويا عليها القيمه، ده انت طول عمرك نزهي ومحدش بيلبس زيك في البلد كلها. وايه اللي هيفضل لك بعد ده كله يا اخويا؟ انا في الدار، والدار ساترني والحمد لله، لكن انت والعيال رايحين جايين قدام الناس. لا يا نبوي، الكلام ده ما ينفعش. الفستان بتاعك قبل ده كله. خليني بس لما ربنا يسهلها لك. اقول لك وريني الفلوس، انا اللي هشتري لك الفستان. استنى بس هقول لك على حاجه، هما يا اخويا مش طالبينك عشان تقول احاديث في الراديو؟ خلاص ضروري هيدفعوا لك فلوس، واللي يجي منها يبقى رزقان.